يحارب الاحتلال في القدس المحتلة كل رمز يدلل على الهوية العربية والثقافية والإسلامية والتاريخية، والتي من ضمنها أفران الكعك المقدسي التي بقيت تحافظ على طرازها القديم منذ عشرات السنين. ما إن تذكر مدينة القدس حتى تستحضر الذاكرة رائحة الكعك المقدسي ومذاقه المميز، فهو سيد المائدة المقدسية عند وجبة الإفطار، والهدية الساخنة التي يحملها الزوار لعوائلهم في معظم بقاع الأرض. الكعك المقدسي لم يسلم من انتهاكات الاحتلال الذي يحاول مصادرته ونسبه إلى تراثه، خاصة أنه يعتبر جزءا من عبق المدينة وتراثها. كعك القدس مميز لأنه مش موجود ولا بأي محل بالعالم، هو كعك القدس موجود بالقدس وخصوصا في البلدة القديمة. يعني لو في جناس جربت تعمله برا في مناطق الضفة في مناطق ما بزبط معهم كشكل، بس كطعم يوني له نكهة خاصة يعني، فالناس بيجي يحبوا يجي يشتروه من هون لأنه له نكهة خاصة ورونق خاص يعني هو موجود في البلدة القديمة. أصحاب الأفران في البلدة القديمة من القدس المحتلة باتوا يعانون من حرب خفية يشنها الاحتلال على أفرانهم، خاصة مع تفاقم الاعتداءات ضد المسجد الأقصى المبارك ورواده. فكعك القدس الذي يعتبر رمزا من رموز المدينة المقدسة يعد شريان حياة للمقدسيين، واستهدافه يعني خنق أصحاب هذه الأفران اقتصاديا. حركة شمالا كلها بتنشل لأنه كأنه عقاب جماعي لكل سكان القدس، الأبواب كلها بتتسكر، ممنوع حدا يدخل، ممنوع حدا يطلع، الناس بتخاف تنزل، وهذا الشيء يعني بيأثر على وضعنا بشكل كثير سلبي. احنا صرنا نشتغل بس على الموسميات، يوم جمعة يوم سبت، احتفال المولد النبوي والإسراء والمعراج، هذه الأيام اللي فيها شغل، أما باقي الأيام كميات محدودة. أكثر من 35 فرناً من أفران الكعك في المدينة المحتلة باتت هدفاً للاحتلال، لكن المقدسيين يؤكدون أن القرص الذهبي الذي يشبهونه بأشعة الشمس ستبقى رائحته ومذاقه الشهي يرويان تاريخ المدينة المقدسة وهويتها. نهاد حجازي، القدس.